موضوع حلقتنا وموضوع فقرتنا دلوقتي الحقيقة يعني بيهمني أنا شخصيا، وحاجة بنقع فيها كلنا. يعني كم مرة قررت كده أن أنت قاعد فاضي ماسك الموبايل بتعمل سيرش بتشتري أونلاين الأوردر بقى، أي حاجة، لبس بقى، حاجة في البيت، whatever، إيه اللي أنت محتاجه أو احتياجك، وبتلاقيه قدامك دايما 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 على الابليكيشن اللي أنت بتستخدمها، ولكن الحقيقة بتكون غير الصور تماما تماما. يعني الموضوع قابلنا كلنا، وفي الاخر اغلب البيجز دي ما بترضاش اصلا هي ترجع لك او تعمل ريفاند، مش بترجع لك تاني المنتج اللي هو ما بيعجبكش، خلاص انت كده لبست يا معلم، ما فيش رجوع تاني، حاجتك خدتها اللي هي ما تمسش للواقع بصلة. يعني قليل قوي 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 لما بشتري حاجة اونلاين وبتطلع تمام انا مبسوطة بيها وطلعت كويس، ولكن اكيد حصل معاك انت. حصل معايا، واستلمت حاجات وطلعت حاجات. اولا لو هنتكلم على اللبس، بتطلع المقاسات مش مظبوطه، والماتيريال الماتيريال بتبقى وحشه جدا، غير الصوره اللي انت شايفاها خالص. زائد انه يعني في ابتدوا يقولوا لك ايه، يعني في ناس بعد ما بتشتري بيجز معينه، مش كلها، في ناس محترمه جدا وناس كويسه، في ناس بتعمل وناس تقول لك افتحي المنتج قبل ما يمشي الراجل وشوفيه اذا كنت عايزاه او اذا كان هو لا، بس هتدفعي ثمن الكورير الشحن. لكن في حاجات طبعا انت بتتخمي فيها، يعني لو اتكلمت على حاجات البيت، انا مره اشتريت كده لومط كده بتتحط جوه الدواليب بالبطاريه، بتلزق كده عشان تنور لك الدولاب من جوه، حاجه قاسيه جدا، واشتريت منها كميه، قلت بقى عشان انور الدنيا. معانا المهندس مصطفى رحيم خبير التكنولوجيا اللي هيقول لنا نعرف الحقيقه ازاي. صباح الخير يا باشمهندس. صباح الخير يا باشمهندس مصطفى، منورنا. وفي البدايه كده عاوزين نعرف يعني بيتنصب ده، خلينا نقول نصب الكتروني، يعني مبدئيا الحاجه بتبقى محطوطه بصوره طبعا بنتفرج عليها ولا اروع ولا احلى، فبنتجه ان احنا نشتريها، وفي حاجات كمان دفع اونلاين والناس بتتدبس وبتدفع والحاجه بتجيلك على البيت غير الحقيقه تماما، ولا بتعرف توصل للبيج، ولا حد بيرد عليك، ولا بيعملوا مرتجع، ولا بيسالوا فيك. بالظبط. اعمل ايه في حاله النصب دي؟ ده نصب. هو انا دلوقتي قبل مثلا ما اجي اطلب الاوردر بدخل على الصفحه الاول بشوف مثلا ليهم لوكيشن ولا لا، لان في صفح كتير جدا بيكون موجوده اونلاين، يعني دلوقتي في ناس كتير جدا ما عندهاش بيزنس فيبقى عامل صفحه اونلاين عادي ويبتدي ياخد صور مني على النت عادي. ايوه. والصور دي بتبقى هي اصلا متصوره من شركات كبيره، فبتبقى الهويه البصريه بتاعتها بتجذب اللي هيخش عشان خاطر يعمل الاوردر بتاعه. عكس الحاجه الكواليتي الثانيه بقى اللي هي اصلا جايبها مثلا سي وما اعرفش بيصنعها فين او هو جايبها من مين، فبالتالي الناس طبعا بتتخمى لما هو بيجي ناس تطلب الاوردر، فبالتالي بعد ما بيطلبوا الاوردر بيبصوا بيشوفوا مش هي دي الكواليتي اللي هم شافوها على السوشيال ميديا، يعني صح، فبالتالي بيجي يكلمه عشان يرجع الاوردر اصلا ممكن ما يردش عليه. لا، وممكن كمان بتكون شركات شحن مش تابعه للمكان اللي بيبيع ده، فبيقول لك انا شركه شحن، انا شركه شحن ماليش علاقه بده خالص، فانا بوصل وباخد ال. طيب يعني انت دلوقتي يا باشمهندس مصطفى، انا هاجي اعمل اوردر نقول لمجات، ماشي، والله عملت اوردر مجات، ما انا عارفه، اسكتي بقى. نقول اوردر لمجات، حلو. انا اول حاجه ابص هي عندها لوكيشن مثلا او عندها مكان او لا، ورقم التليفون، رقم التليفون ده وهمي يعني ممكن يتلغي في اي لحظه، مش هي دي القضيه. وبعد كده غير كده ايه اهم حاجه عندي؟ هو اول حاجه اللوكيشن، ان انا اعرف ان هو في شركه هنا ولا لا، دي اول حاجه. ازاي؟ طب ما انا ممكن احط لوكيشن وهمي. لا، ما هو ثواني بقى، ما هو هنا لا يا رشا، في حاجه تانية، معظم البيجز دي بتشتغل اونلاين اونلي، ما لهاش اصلا مقر، فانت كده بتخليني ادور على اللي موجود. هو اصلا بيقول لك بس هو شوبينج اونلاين شوبينج. لا لا لا، في بيجز بيبقى ليهم هم بالظبط مقرات، ده ستور، دي حاجه تانية، احنا بنتكلم عن اللي مالهمش. لا، ما هو اللي مالهوش ده، إن يعني انا مثلا، انا لو انا هاجي اطلب حاجه من على صفحه وهميه، انا عارف اوريدي ان انا بنسبه 80% الحاجه دي مش هتجيلي هي اللي انا هاخدها خالص، ولو حاجه ليها علاقه باللبس مثلا او سي مجات او الكلام من ده مش هتجيلي اللي هي الصوره. انا ممكن اعمل حاجه تانيه بقى، يعني في حاله زي دي ابعت رساله في الصفحه، طب بعد اذنك صور لي المنتج معاك دلوقتي على الحقيقه، وادهوني دلوقتي، ابعت لي دلوقتي. بالفعل دلوقتي في ناس بتعمل ده، بيصور له المنتج وبيبعته له كفيديو عادي 45 ثانيه، بيجي له لو لقى ان هي نفس الكواليتي بيتم معاه الاوردر. تمام.
ففي ناس دلوقتي. فانا طبعا انا لو انا بتطلب هنصح صوره على الحقيقه يعني، لو قبل ما تطلب الاوردر بتاعك تطلب من بالظبط صاحب الصفحه وصاحب المنتج ده يصورها فيديو لك ويبعتها لك. والاكتر يكون فيديو بس يعني في 45 حاجات ثانيه تانية بقى بتقول لك ايه، اصل انا بطلب بعملها لك اوردر مثلا من الصين او من تركيا او كده، فعلى ما بتوصل بتاخد من 2 ل 3 ويكس، فهتصورها لك ازاي؟ لا وفي هو الاخر برضو بتيجي بنفس ما الكرسي. يتمش الاوردر. انا بنصح هنا لو هو هيقول له ان هي هتيجي في خلال اسبوعين او 3 اسابيع من بره، لا طب ما انا، طب ما اخش مثلا سي على اي موقع من المواقع المشهوره المعروفه، طب ما ادخل اطلب انا الاوردر انا بدل ما انت ما تجيبه لي. طب انت حلقه الوسط اللي بيني وبينهم، طب ما انا عادي، ما انا ممكن اطلب الاوردر انا مثلا يعني. بس انا عايزه اقول لك على حاجه، يعني انا الصفحات اللي انا بشتري منها كتير، وممكن منهم لبس وممكن منهم مكياج وممكن حاجات كتير، لان ساعات ما بيبقاش عندنا وقت ان احنا نعمل الكلام ده فبنطلب اونلاين. لا بس في ناس محترمه جدا يعني، في ناس تقول لك في وعايزه اقول لك في لوكال براندز يعني منتج يعني لوكال براندز بتكون هايله جدا، خامتها حلوه جدا، لوكال براندز يعني صناعات مصريه محليه. ليه انتي مش من هايلة. كام يوم كنتي لابسه فيست كده؟ ايوه ست دي اونلاين، كانت اونلاين، قالت لي دي اونلاين ودي عايزه اقول لك مصري. بقى ان هم كلموني من يومين، كنت انا عملت ريفاند، مش ريفاند، انا عملت اكستشينج، غيرت حاجه السايز بتاعها مش مظبوط بحاجه ثانيه السايز بتاعها يكون مظبوط، فكلموني قالوا لي يا جماعه يا حضرتك بس عاوزين نعرف ايه سبب المرتجع. قلت لهم لا خالص انا ما رجعتش، انا بدلت بس عشان المقاس. ففي كمان ناس خدمه ما بعد البيع دي بتبقى حاجه محترمه. طيب باشمهندس مصطفى، عايز اسالك سؤال، يعني في ناس بتيجي تطلب منها الحاجه فتقول لك ايه، طيب انا عشان اجيبها لك عايزه ديبوزيت. ديبوزيت بالعربي يعني ايه؟ عربون. عربون. عربون، عايزه عربون نص الثمن. فانت بتدفع نص الثمن، ودلوقتي عمليه التحويل بقت سهله يعني، مش صعبه يعني. اي حاجه انستا باي، اي حاجه من الحاجات دي، فانت بتحول لهم ده. تيجي الحاجه، ما هي جايه لك انت باسمك، جايه لك باسمك، تيجي الحاجه مش اللي انت عايزها، او مش الكواليتي اللي انت عايزها، تمسك القماش تلاقي مش هي بالظبط، مش هي، ساعتها اعمل ايه؟ يعني هو انا كمواطن اعمل ايه؟ هو المفروض هنا برضو قبل ما انا ببعت الديبوزيت بتاكد من الاول، بس انا ممكن برضو ما ابعتش يعني، انا بنصح ما حدش يبعت ديبوزيت. لا هم كده مش بيشترطوا، هم كده بيشترطوا. ما هو ماشي، ما انا هقول لك احنا برضو بنبقى هنموت على الحاجات دي، ماشي. خلي بالك احنا كمان كبنات الحاجات دي بتبقى مهمه الحاجه جدا. ديبوزيت يلا حضرتك عاوزه ايه، 50%؟ خدي 60% وهتيجي معايا. لو انا برضو هنا، لو انا ماشي اوكي انا هبعت الديبوزيت، بس الاول اشوف برضو حاجه من اللي انا شفتها هي نفس الصوره. هرجع تاني لو انا قلت له مثلا طب صور لي صورتين مثلا دلوقتي، طب ممكن فيديو للحاجه دي، اشوف الحاجه دي خلاص انا اتاكدت ان هي، خلاص انا هبتدي ابعت الديبوزيت، مفيش مشكله يعني. بص انت كنت جايب برضو صوره زي كده، دي كانت يعني دي وفي بقى حاجه تانيه، دي جلابيه يعني. لا هو المفروض ان هو دريس عادي، بس في فستان وجاي كده في الاخر جلابيه اورنج. ده المفروض انه فستان فجاه يعني. هو ده كده، ده كده المفروض، ده الفستان كده، ده الفستان كده. هو بقى وداه عند ترزي خيطه كده. هو الحقيقه فعلا والله ممكن فعلا. ايوه هو ده الخيال. رجع لنا بقى كده يا هاني الحقيقه. لا هات لنا الجلابيه الاورنج كده. هو عملها جلابيه، كارثة. هو فستان عملها جلابيه. على فكره انا اتحطيت انا نفسي في موقف ده والله العظيم، اشتريت دريس تحفه كنت هموت عليه شكله، لو المره الجايه اجيب لك صورته معايا، يهبل شكله، وبعدين طلبته وقسته. انا كنت تقريبا مضحكت البيت كله، كله قاعد يضحك عليا. لا 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 كارثه كارثه وحاجه. لا 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 يا راجل، لا 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 والله ما كده بتعملوا فينا يعني. باشمهندس مصطفى حضرتك بتقول ان احنا نتاكد من الصفحات بالظبط، يعني مش اي حد نشتري منه. ما بعتش ديبوزيت الا لما اشوف الاول الصفحه دي ايه، اشوف هي نفس الكواليتي ولا لا، الكلام ده كله اتاكد خلاص تمام، زي ما نهاد حصل معاه. والله انا بقول لك احنا بنشكرك مهندس مصطفى رحيم خبير التكنولوجيا، ما تتخميش ايوه. ورساله بقى لكل اللي بيتفرجوا علينا دلوقتي بجد يا جماعه والله، وعن تجربه كمان، ما تشتروش من صفحات غير ما تكون موثوق فيها، تلاقي بقى اصحابك كلهم عاملين لهم فولو، تلاقي منزله ريفيوز للعملاء اللي عندها، اشتري وانت مطمنه لو هم محترمين وكمان عندهم خدمه ما بعد البيع. ما عندهمش كده ما تشتريش وترمي فلوسك في الارض زي ما انا عملت. احنا حلقتنا خلصت؟ حلقتنا كلها؟ ايه ده، لو فكره فاصل. لا حلقتنا ايه ده، انت فاجئتيني يا رشا. احنا كده وصلنا لختام حلقه النهارده. بنرجو ان انتوا تكونوا استمتعتوا معانا، بكره ان شاء الله بيتجدد ميعادنا الساعه 8 الصبح حتى ذلك الموعد. الى اللقاء. ولكن خدتيني على غفله. باي باي.